بعد تأكد من وجهة نظري الشخصية من بعد خروج بيراميدز من المنافسة، وإنه مش هيبقى الفريق اللي كنا بنشوفه السنة اللي فاتت، وده مش من ماتش الزمالك. وده راجع لإيه؟ طب خلينا نقف عند حتة مهمة جدا، وده راجع لإيه يا كريمة؟ هل رجوع أو المستوى والأداء اللي شفنا بيه امبارح بيراميدز، هل بيراميدز كان بيعتمد على لاعب واحد فقط هو عبد الله السعيد بسبب غيابه امبارح، هو ده اللي خلى أداء بيراميدز بالشكل ده؟ شوف ميتشو مع نادي الزمالك مساعد، يعني خصوصا ماتش الاتحاد، ماتش الاتحاد كنا اتكلمنا عليه في الراديو، اتكلمنا يعني قلنا ان ميتشو عمل حركه كويسه جدا جدا في خط وسط نادي الزمالك، ايه هو؟ الدبل بريس. نادي الزمالك صحيح. من في الوقت الحالي من الفرق اللي بتطبق الدبل بريس بشكل كويس صحيح. جدا، يعني مثلا دبل بريس لنادي الزمالك ونادي الاتحاد يخلي نادي الزمالك يعني يستعيد الكوره مثلا ماكسيمم خمس ثواني. طبعا نادي بيراميدز اكيد طبعا اللعيبه اللي فيه مهاريا اعلى، مهاره التمرير والتسليم والتسلم عندهم اعلى من الاتحاد. في الشوط الاول ممكن ما تبقاش شفتها بالشكل اللي انت شفته في ماتش الاتحاد، ولكن يبقى نادي الزمالك دايما في الشوط الثاني بيبقى هو الطرف الافضل لما بيتعود على اسلوب اللعيبه اللي قدامه. طيب ليه امبارح شفنا نادي بيراميدز في هذا الشكل المزري، خصوصا في الشوط بدايه يعني اول نص ساعه الشوط الاول والشوط الثاني باكمله؟ بسبب في وجهه نظري بسبب لاعب واحد بس، هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد امبارح يعني اعتقد ان هو قتل نادي بيراميدز في الجزئين، في الشقين، الشق الهجومي والشق الدفاعي. ليه بقى؟ عشان نشرح ببساطه للساده المشاهدين. ببساطه عبد الله السعيد بيتحط كلاعب ارتكاز ثالث، اللي احنا كنا دايما شايفين اريك تراوري كان بيكمل في الشق الهجومي يبقى جنب جون انتوي، كان دايما الاثنين على خط واحد، وكان دي صبر بيحاول على قد ما يقدر ان هو يديك الايحاء ان هو بيلعب باثنين رؤوس حرب، يعني هو بيحول الطريقه في الناحيه الهجوميه ل 4 4 2 صريحه. اريك تراوري بيتحط جنب جون انتوي، اسلام عيسى واخد الطرف الايسر، وابراهيم حسن واخد الطرف اليمين، دونجا واقف كارتكاز مأمن اي هجمه مرتده، وعبد الله السعيد متقدم شويه كبلاي ميكر ورا اريك وانتوي. حلو كده، دي طريقه لطيفه جدا صحيح. حلها حاجه واحده بس ان انت تلعب عرضيات، ما تعملش حاجه ثانيه، تلعب عرضيات جون انتوي واريك تراولي وعبد الله السعيد يكمل معاهم كلاعب ثالث، يبقى كده الكره العرضيه بتروح لثلاثه بس، ما تعملش حاجه ثانيه. للاسف بيراميد ما عملش كده، فبالتالي الشكل طلع وحش. ليه بقى؟ ابراهيم حسن عامل ستريتشنج للملعب صحيح، بيلعب على الخط، واسلام عيسى على الناحيه الثانيه عامل ستريتشنج للملعب. حلو كده. طيب في النص لو عبد الله السعيد ما عملش اللينكينج مفيش حد، وعشان كده كنا بنشوف اربع لعيبه من نادي الزمالك في نص الملعب قصاد لعيب واحد هو دونجا من نادي بيراميدز، فكل الكرات الثانيه بتروح نادي الزمالك. التمريرات المقطوعه بتروح يعني كتير قوي راح نادي الزمالك. ليه؟ لان الاكثريه العدديه في نص الملعب لعيبه نادي الزمالك. طب مين سبب ده؟ عبد الله السعيد. طيب الشكل الهجومي كنا بنشوف مين في ماتش بتروجيت؟ هو البلاي ميكر اريك تراوري صحيح، كان هو اللي بيروح ليه دايما قلب الملعب ورا صحيح. جون انتوي. طيب اريك تراوري دايما بيشكل خطوره كبيره جدا، زي يعني شفناه في ماتش بتروجيت كان بيشكل خطوره جدا. احنا بقالنا فتره بنتكلم ان اريك تراوري هو النجم الاول لنادي بيراميدز، وحتى السنه اللي فاتت هو حتى كان في صحيح. اعتقد كان ماتش كان بيلعبوا الاتحاد لو تفتكر، كانوا متاخرين كذا مره وكسبوا 3-2 بسبب اريك تراوري. اريك تراوري مستواه عالي جدا جدا لما راح بيراميدز، وبدا ياخد جرعات تدريبيه مع مدربين كويسين. تمام كده. طيب اريك امبارح ببساطه عشان برضو نشرحها للساده المشاهدين، لو انا النهارده المدير الفني قال لي بص يا اريك الحته دي مش هتلعب فيها النهارده، دي بتاعت عبد الله، فمش عايزين نعمل قفله. عارف فاكر كده النادي الاهلي لما كان فيه ابو تريكه واحمد حسن؟ صحيح. الاثنين كانوا بيروحوا نفس المكان صح، كانوا شايفين يلعبوا مع بعض. طيب صح. فايريك قال له طب خلاص اوكي انا هاخد الجزء اللي هو الشق الهجومي مع جون انتوي، وابقى اتطرف على الاطراف وابعد عن الحته اللي بيلعب فيها عبد الله السعيد. طيب ايه اللي حصل؟ سابوا له المسؤوليه، عبد الله السعيد ما عملش حاجه، وقف في الشق الهجومي يعني خلاص اوكي دفاعيا عبد الله ما بيرجعش، خلاص البدني عنده ضعيف جدا. عبد الله السعيد امبارح قدم لنا نسخه من عبد الله السعيد بتاع منتخب مصر كاس الامم، هو بالظبط ما بيرجعش، الشق الهجومي بس بيديك ثرو باس، يديك تمريره، هو بس واقف على الحته دي.